قول اي حاجه. ماشي. لحمه ضاني بكاجو، ايه بقى المقادير؟ يبقى عندي لحمه ضاني وكاجو مقلي وبصل وتوم وبصل وجزر وبسله كرفس جوز الطيب بابريكا كمون ملح وفلفل قرنفل ورق لور وحبهان زبده او زيت. ماشي يا باشا. تمام؟ حطينا هنا البصل مع مكعب مرق عشان يطعم معانا. خليني اخد دول احطهم هنا عشان اوسع لك. انت حطيت بصل وانا بشتغل. لا يعني انا حطيت بصل. حطيت يعني بصل وماجي. هو يا ابني دي جريمه ان احط حبه بصل. أيوة. على حطيت بصل وماجي. وايه البصل ده كله؟ بس يا محمد اقسم بالله انك هتوديني في داهيه. اللهم اني صايم. الناس بتحبك قوي. بيموتوا فيا. موت 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 موت. واضح. خليك غيران كده من هنا لغايه الصبح طبعا. لا ايه كل البابريكا اللي ايه ده؟ عشان نولع على قلبك انت تتاكد. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت سكتت تتكلمي وخلاص. انت ليكي في انت مذيعه. ايه دخلك في الطبخ؟ انا بعرف اطبخ. انا ما خلاص بقى مفيش داعي فنجره بقر. لا دي حقيقه. عايز اقول لك ان البابريكا دي كتير جدا. بقى لي 5 سنين بشتغل معاها. يعني اقول لك ايه، انا السواق بتاعي بقى بيطبخ. الراجل اللي هو بيوصلني بالشغل مش بتاعنا شخصيا. الراجل اللي هو كان بيوديني وبيجيبني. لعلمك انا ماشي. استنى بقى طباخ. ويت عليا، انا هعمل لك اكله غير طبيعيه. واسال محمود اللي معانا على التليفون، قول الو عقبال ما اروح اجيب كرسي عشان انا تعبت. الو مش هقدر اقعد. الو ايوه محمود. ايوه طم. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك وبحب الشيف شيرين. واحنا بنموت فيك. كل سنه وانت طيب يا محمود. وحضرتك طيب. بتعرف تطبخ؟ انا؟ بعرف اعمل مكرونه بس. برافو عليك اهو، ده تحقق يعني، ده خطوه احسن من ناس كتير. احسن بس دلوقتي بعد كده احسن من ناس كتير قوي. بس بكره ربنا يكرمك. احسن من ناس كتير قوي قوي يعني. ربنا يكرمك وتعمل حاجات اكتر. ميرسي يا محمود. وبعدين على الصبح انا ما جيتش يا ميكي، هم بوزوني عليك. خلي بالك بلاش اطلع عليك الطلعات. خلينا الله. هو عشان الدكتور محمد بيضك سناني هيموت. جه هيموت إيه؟ على سناني بجد بيغير والله. خلاص يا خلاص. هو فين الدكتور محمد ده؟ ما في مدينه نصر. مدينه نصر. طب ده بتاع عشان مخلوش. دكتور محمد عماد اسمه. عماد محمد عماد. يعني يا دكتور محمد عماد راح تبيض لي سنها. هيموت والله العظيم. وتسودها لنا احنا. والله بص، اصل هو اصل دكتور هو عايز يعمل عشان الشنب. انت عارف لما هو هيعمل وايتنينج ويعمل بتاع شنبك هينور كده كده هتضحك كده شنبك هيبقى. طب خليني ناخد محمد. محمد عماد ماشي. انا هعرف محمد. الو. اهلا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا محمد مكاوي من القاهره. شيف انت علي صوتك يا محمد عشان سامعك. طيب اوكي، انا محمد مكاوي من القاهره. من القاهره. انا شيف طبعا، بحترم الشيف شربيني طبعا جدا. وبحترم حضرتك جدا. تمام. والله انا حبيت اشارك بس عشان اقول رايي على جزئيه معينه بس يعني. والله انا عجبني راي حضرتك قوي في موضوع فودافون، اعلام فودافون. بدون ذكر الاسامي، احنا مش بنهاجم الاعلام. ما هو انا هي دي النقطه يا جماعه، علشان احنا ما بنكلمش شركات. انا بتكلم في كونسبت ان الفكره اللي انا قلتها لكم، احنا كل بيت النهارده في مصر عنده حاجه، فبيلم من بعضه وبيقفل على نفسه علشان خاطر يبني. حاضر. يبني. هل احنا نقدر نعمل ده من خلال اللي احنا شايفينه على الشاشه؟ نقدر. في ايه؟ في نوعيه الاعلانات اللي زي كده. لكن هو اعلان يجنن، احنا ما بننقدوش خالص. ها والله كنت شغال البتاع ده ازاي؟ انت كل مره بوظ له. ما انا عندي بابور جاس. لا يعني انا مش مصدقاك، انا مش مصدقاك. علمتك 100 مليون مره تفتح البوتاجاز وكل مره انت بتبوظ البوتاجاز. انت سواق البوتاجاز. انت سواق البوتاجاز. كل مره يبوظ البوتاجاز. ما اعرفش اشتغل بيه انا، ما اعرفش. اهو انا عندي بابور ابو نفس او البوتاجاز اللي هو كده. بابور. انا عارف. بابور. اهو عارف، لو حطيت ايدك على 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 البتاع ده انت حر. هتعلمني الادب. والله العظيم تحور. اهو عايز. ما انت محمد مصطفى اللي عملت كده فيه. انتوا الاثنين سوستين، محمد مصطفى وهشام شربيني متحدين عليا. ماشي ماشي اتفضل. ايه بقى عملت ايه انت؟ بص يا ستي، انا عايز اقول لك حاجه. اتفضلي يا فندم. خلينا صراحه مع بعض. انت ملاحظ ان الناس بتحب تتفرج عشان احنا كوميديين اكتر من الاكل؟ يعني انت والله انا بتبص على الاكل. انت خلصت الاكل واحنا لسه ما عرفناش. لا هو مصر حلال باين وحرام باين. ده حبه بصل تحطه على النار. ماشي. مع مكعب مرق ورق لورو وحبهان وقرنفل والبصلايه مع فص توم. تمام. بعد كده قلبتهم مع بعض ونزلت باللحمه. انا عايز اسالك سؤال. مش بتقول بتلف ولا فستان سواريه؟ لا ما هو مش فستان سواريه. طيب امال ايه يعني؟ انت مكبر الموضوع ليه؟ اللحمه دي نوعها ايه طيب؟ ضاني. ضاني ليه يا شيف؟ انت حره.
طب انت هتحط مكسرات اهي لسه بس ما تستوي. طيب بس هو كده بعدين احط. بص الطاجن احطه في الفرن. طيب. ليه بقى حطه في الفرن؟ عشان يشخلل. ما انا عارفه من المره اللي فاتت قلت لي تقوم مطلعه وتقوم حاططها. ايوه طب هتطلعه دلوقتي وتحطها؟ عايز ايه؟ بقى في الفصل فين ال فين البتوع دوت الاهم؟ ما انا نقلته الحتت بتاعتك. طيب عقبال ما انت دلوقتي هتنقل ده. ده عايز احطه دلوقتي؟ يلا اهو يلا عشان نعمل الاكله الثانيه بعد حاضر. ما نرجع من بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الطشطشه بتاعتك دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجري 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 بره اجري. لا عشان كده اوكي. قوم بقى ايه؟ تسلم ايديك. ادي الكاجو هتحطه برضو بس لسه اللحم ما استويتش كله يخش الفرن يا باشا. اوكي يا باشا. الله طبعا زي ما انتم شايفين كده اول اكله لينا لحم الضاني بالكاجو. لو ما عندكوش كاجو اعملوا السوداني وسيبوه على من غير ده برضو. من غير ده برضو شغال الاكله هتبقى حلوه. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. الاكله الثانيه اللي موجوده هيعمل لنا طاجن لسان عصفور الوهمي بتاعه بالكفته. المره دي كفته ازاي؟ بعد الفاصل. انا جبت كرسي وقعدت عليه اهو. ها ومش ناوي اشتغل. الهانم تعبك من الوقت. مش محتاجه اي حاجه ولا اي حاجه. انا قاعده اهو. مش هو مش عايزني اساعده. اجيبك شيشه؟ لا بعد الفطار. بعد الفطار؟ بعد الفطار. طب اجيبك طاوله؟ انا قاعده. انا مهمتي قد ايه؟ انت بقى قول لي هتعمل ايه دلوقتي؟ ايه الاكله الثانيه؟ هو مش واحد مسؤول عن البرنامج ده؟ لا مفيش. ها مفيش ايه اللي يخليها هي طب اقعد انا كمان ولا ايه؟ انا قاعده لك. ما هو مش عايز خير وفؤوس في الشغل. هو النظام كده عندنا. ما عشان انت صاحبه المكان. ماشي. لا احنا اهلا وسهلا فوق راسنا بس. على رايك باين عليها عجزت. انا عجزت. العظمه كبرت اصلا. غيرانين موت. اعملوا اللي انتوا عايزينه. هتعملوا ايه؟ موت موت غيرانين. برضه هعمل سنان زيك وشوف انا ولا انت. والله واشوف الدكتور محمد ده فين واروح له. والله العظيم من امبارح. والله من امبارح غيران. فرساني. ماشي خلاص والله العظيم. انا هعمل لك سنان. بس سنانها ابيضت قوي ما اعرفش اعملها. انا اقصى حاجه عندي بعمل كربونات وكده كان زمان تراب الفرن. اعمل تشيز. اعمل تشيز. لا كاميرا مش ما تعمليش. كلوز يور ماوث. لا دونت. نو واي. نو واي. اعمل تشيز. نو. اعمل تشيز. نو. اعمل تشيز اومليت. لا لا. تشيز كيك. طب انت والله هتبقى والله ما تزعلش هقولها يعني هتطلع بعد البرنامج ده. نوت ليديز بعد البرنامج ده انا هظبط لك شعرك وهظبط لك سنانك. ها شويه بوتوكس هتعمل لي لوك. والله بص بص لوك واعجن شويه بوتوكس وفيلرز وحاجات. بوتوكس فين؟ في القرع. ده هتفرق كتير على فكره. عايزين نقرع. لا لا, لا انا مبسوط كده بقرعتي. والله استنى بس اخلص. انا بقى يلا خلينا نشتغل بقى مش هنفضل نهرج.